بسم الله الرحمن الرحيم. مواصل يعني السبح مع شيخ الإسلام ابن تيمية ورسالته القيمة أمراض القلوب وشفاؤها. ليقول شيخ الإسلام: والمرض دون الموت، والمرض دون الموت، فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل. شوف الكلام الجيد. إذن المرض، هناك مرض مطلق وهناك مرض دون ذلك. فالمرض المطلق يميت القلب، وما دون ذلك القلب يصير به مريضا، فله موت ومرض، أي القلب فله موت ومرض وحياة وشفاء. وحياته، أي حياة القلب وحياته وموته ومرضه وشفاؤه، أعظم من حياة البدن وموته، من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه. فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه، وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالى في سورة الحج: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. لأن ذلك أورث شبهة عندهم، والقاسية قلوبهم ليبسها، فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض، فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم، وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان فصارت فتنة لهم. إذن القلب المريض يشقى بالشبهة والشهوة إذا وقعت فيه أو إذا ألقيت إليه. قابلت شابا كان في كلية الهندسة، وهذا الشاب طالع بعض الكتب التي ألفها عبدة الصليب في إلقاء بعض الشبهات بالنسبة للقرآن والنبوة ونحو من ذلك. اللي حصل إن هذا الفتى تأثر كثيرا بهذا الكلام، هذا الفتى تأثر كثيرا بهذا الكلام، فكان إذا سمع أو إذا قرأ في أي باب تأثر. يعني العجيب، كان في زيارة أحد إخواننا، فطالع الخطط المقريزية وقرأ فيها. الخطط المقريزية كتاب تاريخ، فما ينفعه لا يلتفت إليه، وما يضره يلتفت إليه. يعني مثلا إذا أتى بخبر إن الأمير الفلاني تتبع النصارى وشدد عليهم وأمرهم بلبس كذا ومن خالف ذلك جلله، يوم وقف عندي، شوف شوف العصبية، شوف التشدد، شوف كذا. مع إن هناك مواقف كثيرة، رحمة المسلمين بالنصارى وإعفاء بعضهم من الجزية ومساعدة بعضهم وصرف الصدقات عليهم، هذه المواقف لا يلتفت إليها. أما الذي يحصل المواقف اللي فيها شدة مع هؤلاء يقف عندها. ليه؟ لأن القلب مريض، أشرب الفتنة، أشرب القلب الفتنة، فلا يشرب إلا ما يلائمه من الفساد، أما ما ينفعه فإنه يطرده والعياذ بالله. ده قلب مريض. فالقلب المريض لا ينفعه ما يصلحه إلا إذا أراد الله تعالى له الخير. ولذلك عز أن تجد مبتدعا تاركا بدعته، قل أن تجد مبتدعا يترك بدعته، وكثر أن تجد صاحب معصية تاركا معصيته. يقولون لأن البدعة أشد من المعصية. ليه؟ لأن المعصية متعلقة بالشهوة، والبدعة متعلقة بماذا؟ بالشبهة.
ومرض القلب بالشبهة أعظم من مرضه بالشهوة. يعني الشبهة دي أشد من الشهوة، لأن صاحب الشبهة يعتقد أنه على صواب، لكن صاحب الشهوة يعتقد أنه إيه؟ على خطأ وأنه عاصي لله. يبقى بيزني، بيشرب خمر، بيعمل الذنب، والأمر أنا عملت الغلط، لكن صاحب الشبهة بيعتقد أنه إيه؟ على حق. بل كلما تمكنت الشبهة منه، كلما عظم حظه وعلى يقينه بشبهته. ولذلك كل ما كان صاحب الخارجي متمكن في بدعته، كلما كان أشد في ماذا؟ في حربه. دي مسألة خطيرة جدا. فنستفيد إن القلب يمكن أن يكون مريضا ويمكن أن يكون إيه؟ ميتا، كما أن له حظ في الشفاء وحظ في الصحة. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، وقال: وليقول الذين في قلوبهم مرض. إذن هؤلاء قلوبهم مريضة، لم تمت قلوبهم كموت قلوب الكفار والمنافقين. إذن الذين في قلوبهم مرض لم تمت قلوبهم كقلوب المنافقين والكافرين، وفي الوقت نفسه ليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين، بل فيها مرض شبهة وشهوات. وكذلك قال سبحانه في سورة الأحزاب: فيطمع الذي في قلبه مرض وهو مرض الشهوة، فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها. القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها، بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. فإذا خضعنا للقول طمع الذي في قلبه مرض. إذا يمكن للمرأة أن تضعف بالقول للرجل فلا يلتفت إليه، لماذا؟ لصلاح قلبه وقوته. وهناك إنسان يميل إلى قولها وينجذب إلى ذلك القول، لماذا؟ لضعف قلبه. والقرآن شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات. إذن القلب شفاء لمن كان في قلبه مرض الشهوة أو الشبهة، ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك. أمراض الشبهة بتفسد العلم والتصور والإدراك، فما في القرآن من الآيات البينات يزيل هذه الأشياء، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. إبديا ما في القرآن من الآيات البينات والدلائل المعجزات والأمور الحسيات ما يدفع فساد العلم والإدراك والتصور عن القلب. وفيه أيضا من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب، فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره، فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي، بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد. إذن ده الخير الموجود في القرآن، فالقرآن يدفع الإنسان إلى الخير فيما يصلحه من حيث الإدراكات والتصورات، وفيما ينفعه من درء الشهوات. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة. إيه الأمراض الموجبة للإرادة الفاسدة؟ مرض الشبهة
مرض الشك، مثلا الشبهة والشك، فهذه أمراض موجبة الإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي، ويغتدي القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده، كما يغتدي البدن بما ينميه ويقومه. فإن زكاة القلب مثل نماء البدن. إذا قوله سبحانه وينزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء، شفاء للقلب وشفاء للبدن. وشفاؤه للقلب أنه شفاء من الشهوات وشفاء من الشبهات. طيب، والزكاة في اللغة النماء، والزيادة في الصلاح. والزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح. يقال زكى الشيء إذا نما في الصلاح، فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد. جملة جميلة جدا. فالقلب يحتاج أن يتربى، فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له. ولا بد مع ذلك، يعني مع الأغذية المصلحة له، لا بد مع ذلك من منع ما يضره، فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. وكذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره. وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا. إذا نحن في الزرع والبدن مثالان. البدن لا يصلح إلا بإعطائه ما ينفعه ونمنع عنه ما يضره. والزرع لا ينمو الزرع ولا يترعرع إلا بإعطائه ما يصلحه من الماء النقي والأسمدة النافعة ودفع ما يضره من الحشرات المؤذية ونحو من ذلك. كذلك القلب نعطيه ما يصلحه، نعطيه ما يصلحه من العلم النافع والكلمات الطيبة والتدريب على العمل الصالح، ونمنع عنه ما يفسده من الشبهات والشهوة. والصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صار القلب يزكو بها، يزكو بالصدقة. وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب. انتبه، كلام جميل جدا. إذا زكاة القلب معنى زائد عن طهارة القلب من الذنب. إذا هناك طهارة القلب من الذنب وهناك زكاة القلب، أي نماؤه وعافيته وصحته، نماؤه وعافيته وصحته. قال الله تعالى في التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك ترك الفواحش، ترك الفواحش يزكو به القلب. وكذلك ترك المعاصي، فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن. الأخلاط الرديئة في البدن ما يصيب البدن بسبب البرودة أو السخونة، هذه أشياء تصيب البدن. ومثل الدغل في الزرع، الحشائش والنباتات الضارة التي تفسد الزرع كذلك. فإذا يعني أثر الفواحش والمعاصي في القلب كأثر العوارض التي تصيب البدن والآفات التي تصيب الزرع. فالقلب المؤمن يتأثر بالفاحشة والمعصية، قلب المؤمن يتأثر بالفاحشة والمعصية كتأثر قلب أو كتأثر بدن الصحيح بالعوارض. يعني الإنسان لما يكون حي، لو واحد شك بدبوس يتأثر. فكذلك قلب المؤمن
يتأثر بما يعرض له من فاحشة أو معصية. يبقى تأثر القلب بالمعصية والفاحشة ده علامة إيه يا أخوانا؟ علامة صح، علامة صح. أما عدم تأثره بذلك ده علامة موت، مش علامة مرض بس، علامة إيه؟ موت، والعياذ بالله. فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت، فيم البدن. يعني أحيانا يكون الإنسان في حاجة إلى استخراج الدم الذي قد يصيبه بالأمراض فيخرج مثلا بالحجامة، فإذا احتجم صار معافا صحيحا بإذن الله تعالى. فيم البدن وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه، فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل. إذن وعاوز يقول إن طهارة القلب بماذا؟ بالتوبة. إذن التوبة تطهر القلب، ثم يأتي بعد ذلك ما يزكي القلب، ولذلك قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. إذن الزكاة أمر زائد على ماذا؟ على الطهارة. فطهارة القلب بالتوبة. لو الإنسان لو عمل ذنب وتاب من ذلك الذنب طهر القلب من ذلك الذنب. بس إحنا عاوزين القلب إيه؟ ينمو، ينمو ويقوى، ينمو ويقوى. فتكون قوة القلب ونماؤه بأمر زائد على التوبة، مثل الصدقة. مثل ماذا؟ مثل الصدقة، مثل قيام الليل، مثل طلب العلم إلى غير ذلك. قال شيخ الإسلام فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل، مش بحيث يطهر، هو طهر خاص بالتوبة، فاحنا عاوزينه ايه؟ ينمو ويكمل. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. وقال تعالى في سورة النور وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى، أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى وما يدريك لعله يزكى. وقال تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر، فإنما تحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا، صار التزكي يجمع تحصيل الخير ودفع الشر. وقال تعالى في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، وهذا كلام الله بن عباس. وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن أي التزكية نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. والتزكية جعل الشيء زكيا بالزاي ليس بالذال، الزاي للراء عليه نقطة. والتزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر، كما يقال عدلته
إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس. يبقى عدلت فلانا إذا جعلته عدلا عند الناس أو جعلته عدلا في نفسه. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تخبروا بزكاتها. وهذا غير قوله قد أفلح من زكاها، لأن قد أفلح من زكاها هذا جهلك في التزكية. ولهذا قال في سورة النجم: هو أعلم بمن اتقى. وكان اسم زينب برة من البر، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وأما قوله في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، أن يجعله زاكيا ويخبر بزكاته كما يزكي المزكي الشهود بعدلهم. إذن خلاصة ما سبق أن شيخ الإسلام أخبر أن المرض مرضان: مرض مطلق ومرض دون ذلك. والمرض المطلق هو المرض الذي به يكون القلب ميتا، فلا ينفع بإدراك ولا يشعر بحياة، وهذا كقلوب الكفار والمنافقين والعياذ بالله، لا ينفعهم علم ولا يصلحهم خير. كما أنهم لا يتأثرون لا بالمعصية ولا بالفواحش. أما أهل الخير والصلاح فقلوبهم نامية زكية قوية، زكية بالتوحيد، حية بالإدراك، مهمومة بالخير. وهناك ما بين القلبين، القلب الحي والقلب الميت، قلب ثالث وهو القلب المريض. والرسالة كلها في شأن هذا القلب، هذا القلب الذي كانت فيه أخلاط أفسدته ولكن لم تمته، كما هو حال الزرع وكما هو حال البدن. فالبدن قد تصيبه أخلاط تمرضه ولكن لا تقتله، والزرع قد يصيبه أدغال تفسده ولكن لا تهلكه. وكذلك القلب قد تصيبه من الأخلاط المتعلقة بالشبهات والشهوة ما يجعله مريضا. قال: وأنه لابد للقلب المريض من أمرين. الأمر الأول: لابد من طهارة القلب المريض. 2: لابد من زكاة القلب المريض. طهارة القلب المريض بالتوبة، إن هو يتوب من كل شهوة ويتوب عن كل شبهة. إذن كلمة التوبة جامعة للشهوات والشبهات. فإذا كان متلبسا بمعصية تاب وأقلع عن هذه المعصية وعزم ألا يعود إليها، وإن كان متلبسا ببدعة تاب عنها. والتائب من البدعة أعظم من التائب من الشهوة، لأن حظ البدعة في القلب أعظم أثرا من حظ الشهوة. طيب، صاحب البدعة إذا تاب يعمل إيه؟ جزء مهم جدا أنه لا بد من محاربة المتلبسين ببدعته. يعني فرضنا واحد كان متلبسا ببدعة الرفض وهداه الله تعالى إلى الحق في هذه المسألة، يعمل إيه؟ من تمام بدعته أن يحارب الرافضة وأن يبين فسادهم ويشهر عوارهم ويجعلهم يعني مفضوحين على ألسنة الناس حتى لا يغتروا ببدعتهم. بخلاف العصر، لو واحد مثلا ارتكب مثلا ذنب وليكن الزنا، ليس من الضرورة أن يذهب إلى الزنا ويبحث عنهم حتى يبغضهم في الزنا، ليس هذا من الضرورة. ليه؟ لأن ممكن قلبه يميل إلى الشهوة سريعا. سبحان الله، يعني التائب من الشهوة يجب عليه أن يقلع من مقدمات هذه الشهوة، لأن القلب قد يرمو سريعا إلى الشهوة،
بخلاف التائب من الشبهة. لو واحد تاب من شبهة قل أن يرجع إليه. يعني لو واحد كمتلبس بالرب وربنا شرح صدره الحق وطارت بدعة الرب لا يمكن أن يرجع إليه إلا إذا شاء الله فتنته. بخلاف المتلبس بالشهوة وتاب منها ما نقولوش لا دور على الزنات أماكنهم وخالطهم علشان ترجعهم عن الزنا. لا، لأن العمل الكلام ده ممكن يحصل له ينتكس. ولكن نقول له إيه؟ ذل عن أماكن الشهوة، ذل عن أماكن الشهوة. ولذلك الترجمة الجميلة هنا، الترجمة الجميلة هنا اللي هو الباب الباب الثاني في كتاب الثالث من كتاب الخرائطي، صرف ما يقع في القلب من الشهوة والفائدة المتراكمة التي استفادها أبو المعالي، إن هو قال إيه؟ البعد عن مواطن الشهوات، البعد عن مواطن الشهوات. يبقى صاحب القلب المريض إذا تاب من شهوته لا يرجع ليحارب هذه الشهوة، لا، ابعد. أما صاحب الشبهة لو تاب من شبهته استحب له أن يحارب المبتدعة الذين تلبسوا بشبهته. ده ملخص الكلام الذي قاله شيخ الإسلام مع بعض التعليقات والتحشية، وبإذن الله تبارك وتعالى نواصل الحديث في يوم